ليس هناك ما يضاهي الإحساس الرائع والمثير الذي تزودك به ألعاب مدينة الملاهي، من تلك التي تدع الريحة تلعب بشعرك إلى المنحدرات المائية شديدة الارتفاع والحدة، مروراً بالتي تقلب راكبيها رأساً على عقب. كلها ألعاب مرعبة ستجعلك تسترجع كل لحظات حياتك وكأنك على وشك الموت. لعبة المنجنيق أو مقذف البشر تعود إلى القرون الوسطى وتوجد في المملكة المتحدة، وهي ذات شعبية كبيرة في المتنزه المائي. ورغم أن هذه اللعبة لم تعد تعمل حالياً بسبب حالة وفاة، فإنها ما زالت تبث الرعب في نفوس الكثيرين بمجرد التفكير في تجربتها يوماً. إلى الولايات المتحدة وبالتحديد إلى مدينة لاس فيغاس، حيث توجد لعبة بيج شوت التي تعد من أكثر الألعاب ارتفاعاً في العالم وأكثرها رعباً. ترتفع وتهبط هذه اللعبة ب16 راكباً وبسرعة 70 كيلومتراً مرات متتالية، حتى يتسنى للراكبين الاستمتاع بمنظر المدينة من الأعلى. على مقربة من لاس فيغاس أرجوحة جراند كانيون العملاقة لولاية نيفادا التي تقع على حافة قمة الوادي على ارتفاع 100 قدم. تتسع الأرجوحة لأربعة أشخاص وتبلغ سرعتها نحو 80 كيلومتراً في الساعة. من الولايات المتحدة إلى دولة الإمارات وتحديداً إلى فيراري وورلد في العاصمة أبوظبي، والتي تضم أسرع قطار موت في العالم. تعد هذه اللعبة أسرع أفعوانية حديدية على مستوى العالم، إذ تصل سرعتها إلى 240 كيلومتراً في الساعة، واللافت أنها تصل إلى سرعتها القصوى في غضون 5 ثوانٍ.